المشكله مش قصه بس انك تجيب حد من بره، لا ده انت قصه ان المجموعه اللي بتشتغل معاه ممكن ما تساعدش، الادوات مش موجوده، واللجنه المصريه اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت اثبتت ان التجربه لا ممكن نرجع للتجربه الاجنبيه. بص يا كابتن، الموضوع سهل جدا واحنا مصعبينه على نفسنا. احنا مع كل المصريين وانا منهم. انا مسكت تحكيم 8 سنين، اشتغلنا احلى شغل، وايمن كان عارف، ايمن كان حكم، انا كنت مسؤول لجنه وشاف شغلنا كويس قوي قوي، وما اديتوله كام سنه؟ وما اديناه 3 سنين. صح كده؟ 3 سنين وقعد وقعد حكم، وكل سنه يعمل لنا مشاكل. انا هجدد هجدد ونجدد له ونجدد له 3 سنين. مشكله. عملنا تحكيم كويس جدا كابتن. ليه؟ احنا كنا بنشتغل بجد دون النظر لاي شيء، كنا بنشتغل وما بنتكلمش، نشتغل بس. نجحنا وطلعنا المجموعه الكبيره جدا اللي هي امين عمر والبنا ومحمود محمد معروف وكل الحكام الشباب اللي طلعوا، احنا كنا مطلعينهم. كان ده في 2013. اكيد الموضوع سهل كابتن ايمن. احنا قلنا هات رئيس لجنه مصر، مفيش مشكله خالص، انا ما اختلفتش معاه، متفقين، خبير تطوير بس تجيب بمواصفات تاني يا كابتن محمد. عشان اجيب خبير اجنبي لازم اجيبه بمواصفات شخصيته تكون عاليه جدا جدا، يجي هنا يفيدني. وانا اللي بقول الكلام ده، انا كاتحاد، انا بتعاقد، بقول انا عاوز 1 2 3 4. صح. موافق؟ اه موافق، اتفضل. تطور بقى الاداء للحكام الاليت، تطور الحكام المناطق الفرعيه، تطور حكام الدرجه الثالثه والثانيه، ده كله يتكتب يا كابتن ايمن. ما عندناش مشكله، تتفق مع خبير اجنبي كويس، مع رئيس لجنه حكام مصري، مع ناس عاوزه تشتغل، تشتغل ناس محترفه. التحكيم محتاج شغل كتير جدا جدا يا كابتن محمد. طيب. وانا جربت وشفت وبقول لك عن خبره انا اشتغلت في لجنه. طيب. عشان ننتقل لموضوع تاني، والموضوع يبدو ان هي ساخنه جدا في الحلقه الحواريه مع كابتن ناصر عباس والكابتن ايمن نجيش. اول ما عيننا لجنه حكام مصريه بعد رحيل بريرا كابتن محمد فاروق كابتن ابراهيم نور الدين، ما كانش في محاضر موجود في الثلاثه اللي بيديروا اللجنه. المره دي الوضع اختلف لما الاتحاد شاف ان في خطا فني موجود في تشكيل اللجنه، ووجود ناس بتدير اللجنه وهم مش محاضرين، ما لهمش في شغل الملعب بمعنى اصح. استعان بياسر عبد الرؤوف واستعان بالكابتن تامر دور. انتقل